أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في هذا التواصل الجديد عبر تلفزيون المجلس، ومثل ما عودناكم في برنامج إسراي وفي كل ليلة جمعة من الساعة 9 ولغاية الساعة 10، ونستضيف إحدى الشخصيات الكويتية المضيئة واللي كان لها أكيد أثر ودور بارز في خدمة دولة الكويت. وأرحب بضيفي لهذه الليلة أستاذ بدر ناصر الجيعان أبو طلال، حياك الله معنا في برنامج إسراي. مشكورين وأهلا وسهلا فيكم، وشرفني أن تكون موجود إياكم اليوم في هذه الحلقة. أتمنى إن شاء الله أن نعطي الضوء الأكبر حول المواضيع اللي تطرقها إن شاء الله. إن شاء الله. يعني طلال، أنا ما أدري من وين أبدأ صراحة، المحاور عندي كثيرة، ولكن راح أبدأ معاك من مولدك ونشأتك وطفولتك في منطقة المرقاب في عام 1950. كلمنا عن هذه الحقبة وهذه السنوات المهمة في حياتك. أنت حافظ التاريخ بس يمكن أنا 52-53 ما نعطيك الحروف. طبعاً أخوي مثل ما تعرف يعني إحنا كنا سكان المرقاب في الفترة اللي أنا كنت في طفولتي أو ميلادي، وتدري أنت يعني المرقاب كانت في ذاك الوقت قرية أو بسيطة ما فيها بنية تحتية موجودة مثل اللي نتمتع فيه اليوم، وبالتالي حياة الطفولة كانت عندنا بسيطة جداً، وكذلك البيوت وكذلك المدارس وكذلك النظام عندنا، السيستم الموجود عندنا في ذاك الوقت تو الانتاج النفط بادي ب 46، وبالتالي لحد الان ما تطورت المنطقه او الكويت بشكل عام تطور الكبير، وبالتالي تشوف الحياه في حياه المرقاب تختلف عن الحياه اللي اليوم مثلا او اللي بعدها تلتها بالستينات او السبعينات. فكانت الدراسه عندنا مثلا نروح الصبح مثلا دشاديش، عندنا احنا طبعا نروح الصبح بدشاديش ويهدونا الساعه 12 الظهر، نرجع وننام ونرجع مره ثانيه، فنداوم مثلا من الساعه 4 الى الساعه 6، فكان على مرحلتين يعني. بس ابو طلال اكيد يعني هذاك الوقت نبي نتكلم وتشرح لنا عن الفريج، عن الناس، العادات، شو اللي تغير عن هذاك اليوم والحين، وهل كان في تواصل مثل الدواوين الحين او كانت الامور نوعا ما خفيفه؟ لا لا طبعا الدواوين ما زالت يعني بالكويت الحمد لله من تاسيس الدواوين ثابته، لكن الحياه بسيطه، الحياه تعتمد يعني الفريج كلهم جيرانك كانهم اهلك، تدخل بيوتهم تطلع من بيوتهم، مثلا تيجي مثلا مو موجود مثل الموجود العادات والتقاليد اللي الحين موجوده، يعني اتصل فيك واخذ منك موعد، هناك ماكو مواعيد، طق الباب وادخل سهله، طريقه البيت داخل بسيط، مو مثل اليوم مثلا الحمامات وماي ما عندنا. اي نذكر احنا كنا يهال، اي صاحب اللي يجيب القرب الماي عندنا برميل برا يكت فيه، وي مثل مال الانتخابات ياشر ياشر عليه يحط على 5 دروب مثلا، هو هلم جره، فتشوف طفته وصارت خريطه تخلص بسعونه مره ثانيه. عرفت شلون؟ عرفت. جيرانك كلهم محبه واخوه واهل وكلهم يعرفون بعضهم يعني، عرفت شلون؟ وبالتالي الاتصال معاهم سهل جدا. اول مثلا تذكرك مثل التلفزيون اول ما بدا عندنا بالكويت، يعني احنا عندنا نروح عند سليمان الصقر الغنيمان، معانا مكان واحد اي، ونيجي بعد العشاء وهو مدتها بث، فكلنا نروح بيت الغنيمان عشان نشوف التلفزيون، والتلفزيون حلقه ساعه، هنا الكويت يطلع حمد الرضا الفيلي او حمد المؤمن ويطلعنا فيلم مثل عنتر وعبله، شي ساعه انتهى الفيلم. وكان يوم الخميس والجمعه نروح نشوف البكرات، كان يشغلون بكرات عندنا فريجنا عند بيت الخبيزي، بيت الخبيزي ورانا، او نروح الامن العام. صدق بعضها كانت اجارات او كانت يعني نفس السوق مثلا او محل مثلا هو ياجر كنا احنا صغار، بس اللي كانوا يشغلونه هنود كانوا عندنا هم اللي يبون البكرات، فنستانس نشوف يعني تكنولوجيا جديده، شلون سينما، شلون كذا، شلون يتكلمون، شلون التلفزيون، ومنو عنده تلفزيون، مو كل واحد عنده تلفزيون، والبيوت مثلا مو مثل الحين الموضوع الحين، يعني احنا مثلا بيتنا ما في مكيفات الا طلعنا ما كلها بنكه، يعني كل بيوت الكويت اغلبها ما اعرف، ما اعرف المكيفات هذه، ما اعرف الشغلات هذه الموجوده الحين، التطور الحين اللي حصل. فتدري فتره الستينات فتره تكوين، فتره الهيئات اللي كانت موجوده مستقله اللي سواها المرحوم عبد الله السالم الله يرحمه، الانتاج قام يزيد، قامت تثمن الناس، قامت تطلع البيوت افضل واحسن ويكون الخدمات فيها اسهل. ابو طلال انتقلتوا الى خيطان تقريبا عمرك كان 10 سنوات بالضبط. سبب الانتقال، بس قبل انت اوريك بس الحين بعض الصور للمرقاب ونشأة الوالد هني قبل سنة 46. هذا اي سنة تقريبا؟ هذه سنة 46 تقريبا، هذه اول مرة طلع صور هذه. كان هذا جايب لنا الاخ الفاضل عبد الله شريعان، كان عنده كاميرا، هو الوحيد المدلل يعني مدللين هنا يعطونا كاميرا ويصور. هذه الصورة
حق الاخ عبد الله شريعان وعثمان الحويل وعلي المرزوق وخلف الشلال شلاش والوالد الله يرحمه. هذه 46 اي تقريبا 46 هذه وغيرها هني طال عمرك هذه على البحر هني هني هذول هاي تقريبا 49 عبد العزيز الدغيشم مع محمد الغليمان مع الوالد اللي قاعد كذي هني طال حياة تقول المرقاب وشوارعنا ما شاء الله الدربة قبل هذه سنة 49 عثمان الحويل وعبد العزيز الحويل وناصر الجيعان هذا كان سنة 49 قبل أبوي اللي تزوج هذه ما شاء الله هذه وهني هم نفس الشيء على البحر سعد شريعان وعبد العزيز دغيشم وخلف الشلاش وياهم هذول الأربعة أنا ملاحظ الجروب كله مع بعض ليش؟ ايه ملاحظ إيران وربع ايه وسن يمكن متخالف يعني عمرهم كذا أكبرهم مني عبد العزيز دغيشم لكن كلهم أهل وفريج يعني وبعدها انتقلتوا إلى خيطان؟ طبعا انتقلت إلى خيطان سبب بس سبب الانتقال ثمنوا البيوت هذه كلها وبعدين أهل الكويت كلهم أكثرهم أغلبهم أهل المرقاب بالذات اتجهوا للفيحة والاتجه القادسية والاتجه للمرقاب خيطان تغيرت بعض الأمور خلال الانتقال يعني طبعا تغيرت بعض الجيران تغيرت البيوت تغيرت ما كان بيتنا اللي بخيطان مثل بيتنا بالمرقاب مثلا كان اول اربع خمس غرف وديوانيه صغيره الحين صار الحين غير تغيرت الكهرباء كانت خيطان توها وصلتها كهرباء بعد كانت 58 وصلت الكهرباء الى خيطان احنا انتقلنا تقريبا فتره الستينات لكن ماكو شوارع شوارع ما في مو مبلطه يعني ماكو شوارع بعدين جت شوي شوي شوارع المدارس كانت قليلة ما كانت عندنا مدارس متوسطة مثلا كان عندنا ابتدائي بس درست الثانوية والمتوسطة درست في خيطان اي متوسطة والثانوية ثانوية دخلت متوسطة خيطان وخلصنا من 68 69 عفوا وانتقلنا ثانوية خيطان كانت توها بدايتها كان الأستاذ مبارك توره ناظر المدرسة وكان الوكيل كان طه أبو رسلي وكيل المدرسة وهذه صورة تذكرني في خيطان هذه سنة 69 69 إيه. هذا مجموعة مع الزملاء الموجودين اللي ثانوية يعني يسمونها خريجين عامر احنا الرابع متوسط إيه؟ خريجين المتوسطة شنو كان اسم الثانوية ابو طلال مكتوب عليها عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب اي عمر بن الخطاب كانت اول متوسطة عندنا كانت مقرها جنب جمعية خيطان الموجودة الحالية تذكر احد اي موجودين كان يعني من الزملاء اللي للحين موجودين هذا عبد العزيز العوضي عبد العزيز العوضي ومحمد ابو حديدة لا في العتيبي عبد العزيز الحمد في رجب هني وبعضهم من الفارس سعود الجويان اللي موجودين وفي بعضهم اكثرهم من الاخوان الفلسطينيين اللي كانوا عندنا بخيطان موجودين نعم. اكيد احنا متواصلين مشاهدينا الكرام ومتواصلين مع ضيفي الكريم فاصل ان شاء الله ونرجع لكم انا جدا فخور بالوالد بدايه من حياته العسكريه عندما كان عسكري وكنا إلى الآن يعني أطفال وانتقل من الحياة العسكرية كمل تعليمه في جامعة الكويت وأيضا الدورات العسكرية اللي خدها خارج الكويت في ذاك الوقت وأيضا يعني يطري علي فترة من فترات يوم كان عضو بجمعية خيطان تعاونية كثير من الناس يذكرون هذا العهد هو العهد الذهبي لجمعية خيطان وهذا شيء متعة الفخر لنا جميعا وايضا حياه النيابيه وما بعد الحياه النيابيه. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام والترحبه موصوله لكم اكيد ولكل من انضم الى تلفزيون المجلس وبرنامج اسراي واجدد الترحبه بضيفي الكريم النائب السابق بدر ناصر الجيعان ابو طلال حياك الله مره ثانيه معنا. ابو طلال تكلمنا يمكن عن النشاه وتكلمنا عن انتقالكم الى خيطان وعن دراستك في خيطان المرحله الثانويه وايضا المتوسطه. ولكن من العسكرية أخذت إجازة ودنا نعرف القصة إجازة وين رحت أول شيء طبعا أنا كنت دخلت بالعسكرية سنة 76 إيه؟ وأخذت إجازتي سنة 83 دخلت جامعة الكويت جامعة الكويت كملت أربع سنوات وبعدين رجعت مرة ثانية للعسكرية شو الدافع كان؟ عدة عوامل العامل الأول والأساسي هو ودي أني أدرس أكمل لأن شفت زملائي اللي كانوا وياي في المراحل السابقة كملوا دراساتهم وعندي يعني مجموع وكنا حنا عدد الخريجين من الثانوية في الفترة ديك ما تعدى صفين يعني كلنا ما تعدى يمكن 40 شخص وكلهم مسألهم كلهم خريجين وكذا فأنا لما هنا العسكرية وخدمنا في العسكرية أكثر من خمسة سنوات حنيت للدراسة فقدمت إجازة دراسية ليش ما كملت من البداية؟
أول ما تخرج من الثانوية. بالضبط كانت كنت مسجل أنا بالذي، لكن الظروف ما سمحت إني أروح للجامعة، مع إن جامعة الكويت شغالة كانت موجودة وكان القبول قليل يعني 52-50 يقبلوني كانوا. أبو طلال يعني 20 سنة تقريبا قضيتها في الحياة العسكرية، وأكيد هذه 20 سنة يعني صقلت شخصية أبو طلال أكثر، ويمكن كانت أحد العوامل في تهيئة أبو طلال إلى التوجه إلى السياسة وخوض مجال السياسة وغمار السياسة. طبعا ما في شك تغير حياتك من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، وتدري المؤسسة العسكرية فيها ضبط وربط أكثر من الحياة المدنية، وتعلمك الرجولة طبعا، وتعلمك أنك أنت شلون تدافع في قراراتك، في وجهة نظرك، في تقود الناس داخل هذه المؤسسة حتى لو يكون هذه مجموعة صغيرة، وبالتالي تسمع وتعرف، والدورات اللي تأخذها أنت كل هذه تصقل الإنسان ويختلف اختلاف كامل عن الحياة المدنية. وبالتالي عندما تشوف العسكري يكون عنده ضبط أكثر والتزام أكثر للحياة، علمته هذا النهج حتى بعد العسكرية. الإنسان بعض الناس ما زال متمسك بهذا النظام. اي صح، لأنه يتعود. يتعود، وبالتالي حتى بالنسبة لقومته، بالنسبة لنومته، بالنسبة لحياته، بالنسبة لتعامله مع الناس، تعلمك أمور كثيرة. يعني ممكن يأثر يعني الفصل صعب نوعا ما أبو طلال، يعني دائما الحياة العسكرية معروف عنها الشدة، معروف عنها الضبط والربط، وحتى يمكن التوقيت، وتأثر بعض الأحيان على حياتك، على أسرتك، على تعاملك ممكن حتى مع علاقاتك الاجتماعية بشكل عام. أكيد يعني ما في شك، بس في بعض التأثير تأثير إيجابي، في بعض الساعات تأثير سلبي، لكن الحمد لله أنا تأثيري إيجابي في بعض الناس لحد الآن، يعني طبق العسكرية في كل شيء يمشي فيه، عرفت شلون، في حياته الاجتماعية عامة سواء في البيت أو بالخارج. لكن الحمد لله أنا أثرت علي إيجابي في أني كنت الحمد لله بيتي أو خير خارج بيتي ملتزم في كل شيء، بس ألتزم حتى في المواعيد، يعني ما تقول أنت مواعيد الساعة 10 لأنك دقيق. بالضبط. أي. هذا حتى من الضرائب، ان كنا انا وكنا سامي المليس احنا المداومين في مجلس الامه دي مبكر، فالجلسه تسع احنا لي الساعه 7 مثلا او 6، اقول له حي اخي الله يرحمه سامي المليس، اقول له بالعسكريه يا اخوي انا اقوم بكر، شو عليك تقوم تعودت خلاص. صحيح. في موقف اكيد مر عليك في الحياه العسكريه خلال 20 سنه ابو طلال، اكيد مر عليك موقف ممكن لا زال خالد في ذهنك. والله احنا طبعا العسكريه مثل ما تفضلت يعني اللي خالد في ذهني واللي ما راح ننساه، يعني طبعا الغزو العراقي على الكويت الحبيبه، وهذا لها طرفه. يعني كنت انا في هذا اليوم في يوم الخميس في اجازه، فيا اخوي خبرني الساعه 5 تقريبا، ترى ان كنا عندنا عد الديوانيه فوق قاعدين وعندنا اجازه على اساس اني بك الساعه 5 الفجر. اي كان يقول ترى العراقيين وصلوا ودخلوا الكويت. سيدة احنا لبسنا ورحنا سيدة برا بالرئاسة، وفعلا كان شاكر السعدون الله يذكره بالخير كان زميل ويانا منتشرين برا، احنا كان موقعنا بالرئاسة نفسها، فأينا وقعدنا على اساس انه شنو شو اللي صاير في هذه الفترة. كان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يغفر له الشيخ سعيد كان موجود مع حكومته داخل غرفة العمليات، كان يقابلنا يعني وكان موجود داخل غرفة العمليات يدور هذه العمليات، وبعدين طلع بالفترة هذه نسمع ان الشيخ سعد الله يغفر له ويرحمه انه موجود داخل في الرئاسة، هذا الساعة تقريبا الساعة 5 الفجر، فكان موجود وطلع. كم يوم قعدت تقريبا بالرئاسة؟ احنا قعدنا طول النهار بالمعسكر، وكان الرمي علينا يجينا من المستشفى الصباح، كان الهاونات تشتغل علينا من هني ومن الرجعي، فقعدنا الفترة من الساعة تقريبا 5 إلى الساعة 7 بالليل، وصار انسحبنا يعني أمر أنه خلاص هني، بعضهم راحوا لصبحان، بعضهم راحوا الكيفان، بعضهم انسحبوا، فحنا انسحبنا من شويخ ودخلنا الخالدية، ورحت حتى أذكر البيت عقاب المالج الصباح دخلنا هني، وأنت كويتي ولا عراقيين؟ يبقى كويتيين، إحنا وياي 4 من 5. المهم جزاه الله خير جهزنا سيارة وخذناها ورحنا على طول، توزعنا يعني في ذيك الفترة. أبو طلال يعني بمجرد أن تقاعدت توجهت أو فكرت في العمل السياسي وخوض الحياة البرلمانية، يعني شو اللي أغراك، شنو الدافع القوي اللي خلاك يعني تخوض هذه التجربة والنقلة تعتبر نوعية في حياة أبو طلال؟ طبعا أنا كنت التفكير موجود عندي أنا يعني، بس كان الوقت مو مناسب، فأنا أفكر فيها ب 92 92 كان وإننا ننزل كنا انتخابات، وبعدين في أحد الزملاء وربعنا العزيزين نزلوا
فما حبينا هذا. وهذا التفكير كان عندي بالثمانيات كذلك، اني ودي انزل الانتخابات، لكن كل ما يينا ظرف معين يينا انسان أكيد. عزيز علينا، وبالتالي نوقف ما ودنا ننافسه عشان نعطي مجال اكثر ولا نسقط نفسه. فصارت فرصه 96 فرصه مناسبه ومهيئه لي لعده عوامل. العامل الاول التاهيل العلمي اللي كنت جامعي، الثاني التاهيل العسكري، اهل المنطقه كنا خيطان فصلوها وصارت منطقه بروحها يعني مفصلة. كنا اول خيطان مع كيفان والجماعه صحيح. انت عارف التوزيع، فهذا اهل شويه على اساس ان المنطقه كلها كذي. يعني عمي ابو طلال، من عمق الحياه العسكريه الى ادغال السياسه والى مجلس الامه، قدرت تتاقلم مبدئيا على الوضع؟ كنت عسكري والضبط والربط الى اخره مثل ما تفضلت فيه قبل شوي، ولا كان الامر جدا عادي؟ لا مو عادي ولا هو سهل يعني أيه. العمل هذا لانك انت جاي عالم اخر صحيح. فعالم السياسه او خاصه مجلس الامه، انت جايين من شعب، والشعب اللي انتخبوك يبون منهم واجبات ويبون لك الصدق والامانه انك تؤديها، وبالتالي عندك الدورين الاساسيين هو دور التشريعي ودور المراقبه داخل المجلس. فلما تيجي انت كفرد بروحك من ضمن الخمسين، فتدور لك المجموعه اللي تلامك او تلام افكارك او تحاول صحيح. من خلالها ان توصل رغباتك الى 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 المسؤولين. وتدري انت هناك تكتلات ومواضيعك يعني المجموعات كثيره داخل، فكل واحد مجموعته، هذا مجموعه تيار ديني، هذا مجموعه تيار كذا، وبالتالي كل واحد له اجنده خاصه فيه يبي يطبقها من خلال مجلس الامه. هني احنا مجموعه صغيره حاولنا قدر المستطاع، انا والاخ عبد العزيز المطوع وعباس الخضاري ومجموعه، نحط مستقلين شويه ونسوي نوع من الكنترول. يعني احنا نشوف الاستجوابات اللي صارت في الفتره اللي احنا فيها، يمكن اكثر مجلس صار فيه استجوابات 96 صحيح. واستجوابات مهمه، يعني اول استجواب يمكن ناصر الروضان كوزير، وبعدين وزير الماليه، وبعدين انتقلوا الى سعود الناصر الله يرحمه كان وزير الاعلام نفس هذا المجلس، وبعدين اللي كان انتقلوا الى الحل المجلس عليه الاخ الكريم احمد الكليب اللي كان راشد الحجلان وزير محل لمده اسبوع اي تقريبا. لا بعدين بعدها اي بعدها ما كان موجود، بس كان المجلس هذا وايد حساس مشاكل 92 وتكمل المجلس 92. فلو شفت العناصر الموجوده اكثرهم كان 92 موجودين ولهم خبرتهم اكثر منا في داخل البرلمان، لكن كان شديد جدا. يعني الحديث متواصل والحديث شيق ومتواصلين اكيد ابو طلال ومتواصلين مع مشاهدينا الكرام. فاصل ونرجع لكم ونستكمل هذا الحوار مع ضيفي الكريم. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله مره ثانيه، وجدد ترحبا بكل تاكيد بضيفي النائب الاسبق مدد ناصر الجيعان ابو طلال. الحوار قلت لك شيق وجميل ابو طلال. في راي يقال دائما بأن أغلب العسكريين لما يخوضون المجال السياسي تقريبا يفشلون، ردة فعلك أو ردك أو تعليقك على هذا؟ لا بس عفوا، داخل الكويت ولا خارج؟ لا بشكل عام بشكل عام. لا بالعكس، العسكري بالعكس، أنا أعتقد أنه يعني أنت لو شفت تاريخ الأولي يعني من نابليون إلى ديغول إلى محمد علي باشا كلهم عسكريين وأسسوا دول، يعني قليل منهم اللي فشل في العصر القديم مثلا كضباط عسكريين. وبالتالي انا اعتقد بالعكس العسكري عنده ضبط وربط اكثر ويدور البلد بجميع اركانياته وجميع فئاته بشكل صحيح، خاصه بالعسكريين اللي اتكلم اياه. يعني اكبر دليل على ذلك جورج بوش كان عسكري، رئيس الولايات المتحده تدري انت، جورج بوش الاب كان ضابط عسكري دخل على فيتنام، حرب فيتنام، وصار رئيس الولايات المتحده الامريكيه. ابو طلال، كيف ترى الحياة النيابية بين الأمس واليوم؟ شو اللي تغير؟ مختلفة كلش بالمرة. يعني احنا كنا في البرلمان في السابق واللي قبلنا كذلك حياتهم غير، يعني حتى مع الوزراء يصير شوية ضغط علينا ونحاول نطلع الضغط من الوزير ونحاول نراعي كذلك الوزير بدون لا نودي حتى عدد الاستجوابات إذا حل مشكلتنا اللي تهم الكويت. طبعا المشكلة مو شخصية أو حقي أو حق فلان، المشاكل اللي هذه نقدر نحلها بالمود والمحبه مع الوزراء، لان هذول الوزراء منا وفينا. اليوم غير، اليوم تشنج اكثر، توتر اكثر، يعني بالمره كل جلسه الواحد يقول حاتم انت تدير الجلسه الثانيه، وتابع والراي العام يتابع اكثر واكثر. كنا في هدوء اكثر في فتره السبعينات والستينات والثمانينات كذلك، ومجلسنا كذلك، ونقدر نحل مشاكل بشكل ودي قبل لا توصل او تكبر المشكله. بالمقابل ابو طلال، ودنا نتكلم على المعارضه قبل
في الحياه النيابيه والمعارضه الان الموجوده، رايك الشخصي هل في شيء تغير ولا نفس السياسه ونفس الامور ونفس هذه موجوده للحين؟ طيب شوف، بالنسبه للمعارضه بشكل او باخر احنا لا نقول التعب نفسه، ما زالت موجوده، قد يكون خفت شويه وخف الضغط عليه شويه لكن موجوده. تشوف الندوات، انا تابع الندوات، اتابع اللي حصل في هذول الموجودين، ولا الحين المعارضه موجوده، لكن احنا نفرق بين المعارضه المقصوده والمعارضه للاصلاح. الاصلاح، فاذا المعارضه للاصلاح والله كل من يتمناها حتى الحكومه، انت عندما تطلع عيوبك تقول لك والله عيوبك 1 2 3 4 وانت قصرت في هذا الموضوع، بالعكس تشكرني على هذا الموضوع، وبالتالي تقول المعارضه غابت عن الساحه. لا، ما غابت عن الساحه، ما غابت عن الساحه، موجوده بس وتيرتها اقل من الوتيره السابقه. توليت اداره جمعيه خيطان خلال يعني عملك في السلك العسكري، واكيد هناك يعني ابو طلال انجازات معينه في لجمعيه خيطان، هل ودنا نتكلم عنها؟ جمعيه خيطان بشكل يعني سريع، انا استلمتها 10 سنوات من سنه 80 لل 90. اول ما استلمت الجمعيه كانت يعني منهاره بالمره يعني، فحاولنا قدر المستطاع ان نطور ونحدث وان نسوي طريقه ترفع من امكانياتها المادية والإدارية والسلعية كذلك، وبالتالي الحمد لله الله وفقنا في هذا الموضوع مع أخواني أعضاء مجلس الإدارة اللي كانوا معي في الفترات المتعاقبة، لأن كل 3 سنوات انتخابات، فأنا استلمتها مليون طلعت منها بعشرة مليون دينار سلمتها. كنت سوينا صالة الأفراح، سوينا محلات الأفرع، زدناها كان فرعين سويتها 16 فرع، هذه كلها إيرادات لني، رفعنا الإيرادات اللي تجينا من الشركات إلى 350 ألف دينار بالسنة توصل للجمعية، نوزع أرباع 15%، نعطي التموين خلال شهر رمضان الراغب، نعطي التموين بلاش، نعطي المتزوج، وظفنا بعد الطلبة الموجودين، فساعدنا بالجمعية، لأن بيني وبينك باختصار الجمعية خاصة مو جمعية خيطان، جميع الجمعيات، وأنا من هالمنطلق لو صارت هيئة للجمعيات، لأن الآن ميزانيتها تعادل أكثر من 600 ألف دينار توصل مليار. اليوم وصلنا 60 جمعية و 80 جمعية، ما وصلنا هذا السنة بالضبط. وبالتالي أنا أعتقد لو تصير هيئة بدل تكون تابعة وزارة الشؤون الاجتماعية العامة، هيئة مستقلة يكون عليها ناس مختصين وموجودين، ما مع التخصيص بطال؟ لا أنا مو التخصيص، يكون هيئة مستقلة. لا، أنت مع التخصيص أو لا؟ لا أنا ما ويا التخصيص، لأن هذه جمعيات عمومية هي اللي تقرر، مو أنت تقرر تقول لا، لأن مين فلوسك؟ هذه فلوس الجمعية العمومية، والجمعية هي اللي تسوي إي ولا لا، هي اللي ترضى وما ترضى، لكن أنا أطلب أن تكون هيئة مستقلة تماما، مثل هي الرياضة مثل كذا، لأن هذا الجمعية قاعد تنمو وتزيد وفلوسها إيرادات وتنظم بشكل صحيح يعني، وحط المختصين عليها. بعد خروجك من البرلمان تمتعت بعضوية هيئة الزراعة وأيضا نادي الصيد والفروسية، شو اللي أضاف لك هذا الأمر وهذه العضوية؟ هذا القطاعين مختلفين بتاتا عن العمل السياسي، وبالتالي القطاع الزراعي طبعا اشتغلنا فيه وشفنا طبعا في عدة مشاكل كانت موجودة، وأنا حطوني رئيس لجنة الشكاوي والشغلات هذه، والحمد لله توفقت في إصلاح ما يمكن إصلاحه في ذيك الفترة اللي قعدت فيها حوالي 4 سنوات، وحاولنا قدر المستطاع أن نوزع أو نعطي فكرة أو نظام للتوزيع اللي كان مجهول من قبل، حتى من الاقتراحات اللي سويتها بالنسبه للجواخير الموجوده، كان يعني الله يذكره بالخير دكتور سلطان في ذيك الفتره هو رئيس القطاع الحيواني، وقال انا عندي 2000 جاخور والموجودين تقريبا 3000، شو نسوي فيهم؟ كانوا يوزعون 2500، قلت له بسيطه، شلون بسيطه؟ قسمهم. وين ال 2000 نوديهم؟ نقسمهم، حط 250 1250 وانتهى الموضوع، تراضي الناس يبقى عندك، وفعلا بقى حوالي 2000 جاخور زياده. زادوا. فقال ما يصير، شو ما يصير؟ شو المشكله؟ بلديه، كلم بلديه الحين، وحنا موافقين. وفعلا بهالبساطه صارت توزعت الحين، واستمروا على 1250 كجواخير عشان يسكرون الاعداد الموجوده عندهم. ومشيت العمليه. ابو طلال كثير من الامور كثير. اكيد، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، انا ملاحظ من حديثك وكل مكان يعني تكون فيه تبارك الرحمن تكون منجز وتكون مبارك فيه، وجهودك مشكوره. جزاك الله ويعطيك العافيه. ابو طلال ثروتك أسأل الله يحفظهم لك الغالية والثمينة والتي يعني ما لها ثمن، أكيد عيالك أسأل الله يحفظهم لك من الأولاد 5، ودنا تعرفنا عليهم وتعرف المشاهد الكريم. طبعا ولدي الكبير طلع الله يسلمه يشتغل شركة النفط خريج أمريكا، وبنتي أكبر منه نوف خريجة إدارة أعمال، وبعدين طلال، وبعدين عبد الله خريج المهندس وضابط عسكري كذلك عسكري، وبعدين موضي خريجة الجامعة الأسترالية،
وناصر الله يسلم الحين موجود في يدرس الهندسة في أمريكا. ما شاء الله يحفظهم لك. أحفادك شلون؟ أوه أحفادك. أنا ما ودي أكبرك. هم الغالين هذا بدر صغير عندنا يتحكم فينا طبعاً بدر ويقول لو لي ما عزم الولد إلا ولد الولد. مفتاح عندك؟ كل شيء عندنا. هو شو اللي يبي نعطيه ندلل لين نطالع شو يصير لكن تمنى إن شاء الله يكون أفضل وأحسن. وبعدين إحنا في البيت اللي قاعد يقول هذا بيطلق هذا بيتي هذا مو بيتكم بيتنا إحنا. بيتك. بيتي بيتي بيتي. فقلت استاهل بدر. مفتاح. بدر عنده ولا لا؟ لا كل شيء عنده كل شيء عنده. نعم نعم. أبو طلال يعني هل تأثر عيالك في مجال عملك ممكن طلال أو ناصر هل تحس إنه في طموح في حب سياسة في حب ولا يعني الأمور غير؟ لا طبعا كل واحد طبعا الإنسان يختلف من واحد إلى واحد حتى لو هم عيالك لكن هذه رغباتهم العمل السياسي أو العمل التعاوني أو أي عمل اجتماعي الواحد وده عنده طاقة وعنده يقدر يخدم فيه ليش لا لا يبخل على نفسه في الموضوع لأن خدمة الكويت في أي مجال مو لازم إنه يكون عضو مجلس مو لازم يكون حتى لو موظف في وزارته ويديها بأمانة وإخلاص هذا يعتبر عمل جيد. رأس المال أم طلال عسى الله يحفظها. بنو أم طلال إيه عسى الله يحفظها. نعم أكيد لها وكفة وكل وراء كل رجل عظيم أكيد امرأة وخلال هذه السنوات وهذا المشوار أكيد كانت لها بصمات واضحة وما قصرت وتحملت شغلك وانشغالك ودنا توجه لها رسالة طبعا يعني مهما يكون الزوجة لها دور كبير في إدارة البيت وإدارة الأولاد والصبر لأن أهم شيء أنك تصبر خاصة الرجل عسكري أو رجل عضو مجلس الأمة مو فارغ للبيت وبالتالي الأولاد هذولا من يرعاهم والبيت من يرعاهم فطبعا لها فضل كبير في 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 إدارة البيت وفي تقوية وتشجيع حق زوجها على أساس أنه يدخل في المجالات اللي تشوفها أنه من صالحه وتستشيره وتعطي الشور اللي يكون جيد فأي امرأة طبعا أي رجل يقدر يخلي ويأمن على زوجته البيت أهم شيء لأن تكوين الأسرة من البيت فإذا صارت الأم مكونة جيدة تطلع عيالها جيدين وبالتالي ينافسون في المستقبل وهذا حنا حتى والدتنا الله يطلع عمرها حنا اللي سوتنا وعملتنا وتراعينا وما زالت للحين تسأل عنا وتسوي شغلاتي فالأم طبعا لها منزلة خاصة أكيد كبيرة أصلح وكذلك الزوجة يعني أبو طلال تحب التفاؤل؟ طبعا جدا أكيد مجاله واسع واسع ما لحد لا لا ما لحد ضد اليأس أكيد أكيد هذا ما في شيء جميل أبو طلال نصيحة وإذا نوجهها للشباب الكويتي أنت ممكن عشت مرحلة وعشت سنوات بداية طفرة المالية لدولة الكويت تقريبا 1950 ويمكن تكلمنا عنها في بداية اللقاء واقع الشباب قبل ووقع الشباب الحين رأيك فيه؟ أنا أقول يعني نصيحة لعيالي الشباب كلهم إن شاء الله وفيهم البركة اللي حنا الفترة اللي حنا عشناها كشباب مختلفة تماماً عنني ليش؟ عدة أسباب أول شيء الإمكانيات الموجودة لهم اليوم موفتها لهم الدولة كبيرة وواسعة كذلك الأسرة كذلك تعطيك كل شيء في سبيل الوطن وفي سبيل إعدادك إعداد رجل صالح صحيح هني الحين اليوم في تيارات وفي منافسات على الشباب يتحصنون مو كل شيء يسمعونه أو يهتفون وياه ينضموا له لازم يكون حريصين ولازم ولي الأمر يكون حريص كذلك على عياله لأن المجتمع اليوم الوضع مو وضعنا السابق الوضع اليوم وضع خطرة في الانترنت وفي الاتصال واصبح العالم كله قرية صغيرة وبالتالي التأثير على الشباب تأثير كبير إذا هذا الولد كان محصن ويعرف واجباته اتجاه وطنه واتجاه أسرته واتجاه كذي فأنا أتمنى لهم إن شاء الله أن يحطون على دراستهم ويفتكون من التشوش اللي يجيهم من برا أو من الداخل وينتبهون انتباه كامل للدراسة والعمل الصالح اللي ينتجون منه بالمقابل يعني نوجه رسالة لأولياء الأمور يعني هم في ظل هذا الواقع الموجود اللي تفضلت فيه قبل شوي والعولمة والقرية الصغيرة المسؤولية صارت والتربية صارت صعبة أبو طلال صعبت يعني بشكل مو يعني هذا لكن الأسرة أهم شيء الحين اليوم حنا نعرف إيش يصير في الدول الثانية مثل داعش وغيره وغيره من المنظمات الإرهابية الثانية كل هذول شباب وكلهم أبناء مسلمين وكلهم أبناء خليج بعد أكبرهم وبالتالي لازم نحصنهم إذا ما تحصن العيال الأسرة ما تحصن أولادها مشكلة كذلك المدرسة لها واجب كذلك النظام والدولة بشكل
يعني بطريقة أخرى لازم تهتم في هذا الجانب، والتوعوي وتدريس الطلبة وإدخالهم للتجنيد. الفترة الجاية لازم يكون تجنيد. التجنيد موجود القانون، طبعا القانون تفعله وتخليهم فراغهم، وحتى في المدارس تعطيهم التربية الوطنية اللي كانت يعطونا إياها في فترات سابقة. وبالتالي يجب أن نحصن أولادنا عن الانزلاق في المجالات الخطرة، وبعدين ما تعود لهم بالمنفعة. أبو طلال، أنا عهد ووفاء لأهالي خيطان بدر ناصر الجيعان، هذا الكتيب اللي قاعد أشوفه الحين أكيد له قصة ودنا تكلمنا عنه. هذا المنشور اللي كان إحنا نشرناه في انتخاباتنا السابقة، وكان ما عملناه في 96 خلال فترة 3 سنوات ونص اللي قضيناها قبل حل المجلس، ولخصناها في هالكتيب، وكتبنا المواضيع والرغبات والقوانين اللي حنا قدر المستطاع قدمناها ومشت وصدق عليها، والمشاريع القوانين اللي تقدمت لكن ما لها الدور في هذا، ورغبه الاعلام في الرغبه سويناها في كلها في الكتيب هذا على اساس نلخص عملنا خلال هذه الفتره. المجال السياسي لا زالت الرغبه موجوده والتفكير يراود ابو طلال ولا للحين ما يدري؟ لا طبعا العمل السياسي مهما يكون احنا الكويتيين ما شاء الله كل واحد ما يستغنى عن السياسه، بس نسمع ونرى ونشوف ونطالع ونراقب. بطلع يمكن انا الوقت حيل داهمني، لو اعطيتك ورده. نعم. تهديها حق منو؟ هديها كل واحد مخلص في هذا البلد يقدم نفسه ووطنه في سبيل كل شيء، لان اليوم محتاجين للانسان اللي الله سبحانه وتعالى يلهمه اول شيء الايمان بالله سبحانه وتعالى، وعمله كوطن يقدر في اي مجال، مو لازم يكون عضو ولا وزير، حتى الموظف البسيط بس يخلص في عمله وادائه في عمله، فهذه الورده اهديها له. ولو كان عندك شوكه تقذفها في وجه منه؟ لا لا الشوكات ما لا بشكل عام احنا الحمد لله مسامحين. واي واحد حتى غلطان علينا احنا مسامحينه، ونتمنى له ان شاء الله التوفيق ويحللنا احنا اذا احنا غلطنا عليه او سوينا له اي شيء ثاني. عسى الله يوفقك يا رب العالمين. ومشكور ابو طلال على يعني استضفنا في بيتك العامر والكريم. يمكن وصلنا معاه الى الختام، هل من كلمه اخيره ابو طلال؟ كلمتي الاخيره طبعا بدايه اشكركم جزيل الشكر اللي خليتوني اعطيتنا مجال اليوم ان نلتقي مع اخواننا المشاهدين ونعطيهم الضوء لو بسيط عن المراحل الحياه كلها. لكن اتمنى ان شاء الله الكويت في ظل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير المفدى وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الصباح كل تقدم وازدهار، وأن يكونون إن شاء الله بإذن الله المرحلة الجاية مرحلة ازدهار الكويت، وإن شاء الله بإذن الله أن تقوى الأواصل بين المجلس والحكومة في سبيل هذا الوطن وهذا البلد. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى الختام، كل الشكر والتقدير إلى ضيفي الكريم النائب الأسبق بدر ناصر جيعان أبو طلال. وصلنا معكم إلى الختام، نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله، مع السلامة.